احنا في الخزاز. الخزاز في العز. احكي لنا على التبحيره هون، الجو هون فماش تبحيره في الخلافه هنا. هذه الخزاز هذه ما كانوش يعرفوها برشا، اربعه من الناس يعوموا فيها، ما ليها توا تعرفت التوانسه كل هنا. قلنا انا بدي نجي من تونس، يا ما نجي في الصيف في الشتاء في كل وقت، قاوت كل العز لهنا وناسها باهيه وفماش بحر كيف حاسين. علاش خيرت معناتها العومه هوني على برشا بحورات اخرين برغم عندنا بحورات تطمح لها؟ حتى الكاليتي نتاع البحر مش كيف كيف. مثلا هنا تحل عينيك وتشوف كل شيء، بحورات اخرى ما تنجمش تحل عينيك. فهمتني؟ بحوراتنا كل ممسخه نحن في تونس، كان هذا قاعد. التونسي في السخانه هذه ملاذه الوحيد باش يهرب من السخانه والشهيلي، ملاذه الوحيد هو البحر، صح ولا؟ فما كان البحر. حتى كليماتيزير ما يعمل شيء. فهمتني خويا؟ انا ماذا بيا ليل ونهار لهنا. ماذا بيا نعدي ثلاثة شهور لهنا من بعد نروح. فهمتني؟ والمدام؟ من الناس المدام تحب حلق الواد يا خويا، نمشي لحلق الواد. نحبوا حلق الواد والبريك والواحد، احنا نحبوا الرياضة. احنا ولاد شيخة، ولاد قاعدة، ولاد فهمتني؟ نقعدوا حتى في الجبولات وفي وسط الماء. وسط الماء؟ وسط الماء. ساعة ساعة كي نرقدوا نتعداو لإيطاليا. هاي إيطاليا ما تبعدش علينا. هاي كيف حذاك إيطاليا. فهمتني؟ أو كيف الليل نسهروا في الفوق في العالي نتفرجوا في البلاد الكل، نتفرجوا في الرياض، رياض كالما. أي واحد يداوي مخه لهنا خير من اللي ترسلوا في منوف. كيفاش خليتك المدام تجي تقعد هوني وهي بعيدة عليك مش بحذاها؟ كيفاش قنعتها؟ أنت باش تعمل لي مشكلة مع المدام؟ كيفاش قنعتها؟ أنا راهو لا انا والمدام انا كل واحد وش يحب بحره وش يحب قاوته وش يحب، فهمتني؟ مانيش مربوطين كل يوم، لازم نمشي انا معايا هي ولا هي تمشي انا معاها. قنعتها لا انا تعرفني بالحق جات معايا. مطمنة هي تو؟ لا مطمنة انا سيدي، جا عندي عائلة لهنا فهمتني؟ ولا مطمنة تعرفني نجي لهنا ما نمشي لحتى بقى. نعمل كل هنا. اعمل. اللي ما يدري اللي ما يدري ما يقول اسبوع. انا الليل وفي الليل وخلي تروح العباد بعد نبت ونحن. فهمتني؟ ناقصنا كان شويه ريستورونات على البحر باهيين، فهمتني؟ مش هكاك توا هي توا مازالت كي تعرفت. مي فيها بقايا باهيين عاليين ما مش مستغلينهم هكا. لان الجر هذوما والكوت هذيا كلها نورمالمون راهي ريستورونات واحد توا باش تشري واحدة باقيت من هنا تابت للبلاد. فهمت؟ هذيك المشكلة ماهمش مهيئينها، زدمت عليها العباد وهم ماهمش مهيئين. إن شاء الله خويا بلادنا باهية وجونا باهي. وإن شاء الله الدولة نتاعنا تقف معانا وتقد لنا بحوراتنا وتتلهى بينا. خليش هكاك خاطر تو كي تخلي هكاك على بعضه باش تصير مشاكل وباش تصير برشا حكايات، فهمت؟ اي نظموهم وكهو كوت كبيره تبارك الله من هنا حتى في البيتي باري حتى الكوركوان حتى البني زاد كله قاعدين يبنيوا كيك على بعضه، فهمت؟ بحر ما تتلهيش بيه تو كي تمشي انت سيرة سيسيليا وترى لي بنغالو وترى الديال وترى الشطوات وترى الواحد تعشق تقول خل نحوس بركه يزي تفرش. انا كتشوف مازالت شويه مسخه واحد وغيب، فهمتني؟ وفما سيكوريتي كبيرة ياسر، فما كانش الحاكم بركة، فما سيكوريتي نتاع مثلا الحمد لله الناس كل عائلات لهنا خاطر كان تجي عباد أخرى تولي مشاكل وتولي، فهمت؟ عباد هربت من البحورات اللي فيها الاكتظاظ وال والله أنا كنت لهنا ريت كي نبدا نعوم غاديكا زوز كيلومتر يبدا واحد يعوم، هذيا معناتها فهمتني 10 سنين التالي توا تبارك الله خير ربي الكل لهنا، هاي التوانسة كل هنا. وكلنا توانسه وكل بحرنا ومرحبا بالناس كله ويجيو شيخو وحلونا لي ريستوران ولي بار ريستوران خلينا نتفرد قاعده هوني على البحر ولما كاي واللعبه مزيانه برشا. صحيح هي معناتها حمام الغزاز نتلموا فيها من الصيف للصيف، معناتها اللي يمتاز معناتها في الفتره هذه هي اللمه نتاع الصحاب واللمه نتاع الحبيبات، وقت تشوف معناتها كلنا وخيان نجيو نلعبوا ونكوروا ونشيخوا ونتفردوا، فهمتني؟ وهذاك هو جو العاده في حمام الغزاز، فهمتني؟ هوني انت شو فيك قاعد تتفرج فيهم معناتها مش قاعد تلعب معاهم، انت وين الكوتش لاهي بهم ولا مش هاب تلعب بعد شويه ولا كيف؟ لا انا صحيح معناتها كنت ملاعبي بتاع بيج فولي، اليوم كي نقعد نتفرج معناتها نتفكر ذكريات نشوف الاولاد كيفاش يلعبوا معناتها
صافي بليزير معناتها خذينا وقتنا اليوم فما شباب وحده اخر يلعب فهمتني هكا نجيو نتفرجوا نشجعوهم نعطيو كلمه باهيه وربي يوفقهم هكا. الشبكه هذيك اللي نشوف فيها شكون ركبتها ما ركبتها ولا وفرتها البلديه ولا كيف؟ شوف اللي تشوف فيه كل مجهود خاص هذوما كل ولاد الفولي يحبوا الفولي مغرومين معناتها يجيو يشريوا الشبك يجيوا الصباح بكري يحفروا يحطوا البوتوات يعملوا التراساج يعملوا كل شيء كل شيء مجهودهم الخاص معناتها ما يكذبش عليك معناتها اليوم الفوليبول ما عادش كيما قبل كانت الناس تعاون وكل شيء اليوم الفوليبول ماشي في يضمحل دونك اذا كان ما يقفوش ولاد الفولي ويعاونوا ويعملوا التيرانات وكل شيء معناتها الفولي ماشي ويرجع بالتوالي والحمد لله حمل غزاز تقعد مدرسه في الكره الطايره في البيتش فولي. هوني نكهة محليها وجو باهي محلي أما الحاجة الخايبة اللي توجع شوية اللي مفهمش إحاطة ماذا الشباب كما كي كفاءات نشوفوا فيها ما شاء الله فمش شوية إحاطة كي من المسؤولين على الأقل نهار إخر نلقاو عالم نلقاو معناتها بطل عالمي تونسي صحيح والله إيش نقول لك وقت اللي كنا احنا في الفولي في البيتش فولي معناتها صافي اون ديزان داني معناتها التالي كانت فما الاحاطه من الجامعه التونسيه للكره الطايره كان البيتش فولي معناتها كي تقول حمل غزاز وقليبيا تقول بيتش فولي فهمتني اليوم ما نعرفش شنو معناتها اللي قاعد يخلي بشوي بشوي الناس تبعد على هالنكهه نتاع البيتش فولي وكل شيء دونك شنو نقول ما فماش احاطه صحيح مسؤولين صحيح فما نقص من التاطير كل شيء مي وهذه دعوه معناتها باش نوجهها معناتها للجمعيه نتاع فتح حمل غزاز والناس المختصة والملاعبية القدوم باش يتلموا معناتها ويرجعوا هالنشاط نتاع الكرة الطائرة الشاطئية لأن كانت معناتها في العشرين عام التالي كانت فما دورات تتعمل حتى انترناسيونال معناتها حاجة معناتها فوق الخيال اليوم ما نكذبش عليك معناتها نقصد وهذا نداء للناس معناتها باش تقف وترجع الكرة الطائرة معناتها مكانتها الأصلية فهمتني قبيك قلت لي كي نتفرج هكا يلزمني الحنين ونتذكر أياماتي وصغري ونتذكر روحي صحيح بالحق معناتها اليوم كي تقف وتتفرج يبدا معناتها اللحم كله يضحك تقول ما هذيك الكره هذيك اللي كنت نجم نمشي لها شبيه ما عملش هكا شبيه كذا كل شيء وكل يقعد معناتها في الذكريات معناتها كل جيل ياخذ وقته وكل معناتها جينيراسيون عندها عقليتها احنا كنا نلعبوا برشا معناتها باش نربحوا كل شيء اليوم يلعبوا اكثر على الجو السبريت تبدل فهمتني يجي وشيخ وكل شيء دونك معناتها ما تنجمش اليوم تفرض حاجات اللي انت كنت تشوفها في روحك في جينيراسيون جديده فهمتني دونك تيوبسيرف وتشوف وتشجع فهمتني بيوفق الجميع وكا البحر بحذاك توا كي وقت الغروب يشايب صار فيه غطسه زاد ايش نقول لك شوف انا ما تصورش توا قداش قلبي يوجع فيها لاني انا تو مروح لتونس كل دقيقه نزيد على هنا نقول هاو تو خنزيد درج هاو نستنى في الغروب وبعد باش نقصد ربي معناتها نروح بحكم الخدمه معناتها في تونس صحيح معناتها اليوم كي تقعد في حمل غزيز تحس براحه نفسيه من عبادها من الوجوه من الطقس من كل شيء معكش هذه معناتها فرصه باش نشكر معناتها الناس اللي واقفين على الشاطئ السنه بالحق معناتها فما حاجه خاصه في الشاطئ السنه فما نظام تحس ان الشاطئ انظف تحس معناتها فما تنظيم حتى في الاورغانيزاسيون نتاع البلاسمون نتاع لي باراسول كل شيء وهذا معناتها راجع للبلديه اللي بالحق واقفه ونشجعوه معناتها الناس اللي بالحق معناتها تنظر للشاطئ وهالمكسب العظيم هذا فهمتني